بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أرحب بكم في هذه السلسلة الميسرة كيف تحفظ القرآن من دون معلم. سأقدم من خلالها أيها الأحبة أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن. ونحن على أبواب هذا الشهر الفضيل، أتمنى من كل أخ أن يستفيد من هذه النصائح التي أنا استفدت منها شخصياً وحببت إلي القرآن. المشكلة أيها الأحبة أن معظم الناس الذين يفكرون بحفظ القرآن لا يدركون أهمية وفوائد حفظ هذا القرآن، ولا يدركون الأشياء التي ستتغير في دماغهم. التغير يتم على مستوى الدماغ والقلب وحتى النظام المناعي، وسنعدد بعض الدراسات عبر هذه السلسلة إن شاء الله. أيها الأحبة، الهدف هو أهم شيء. كل علماء النفس وعلماء البرمجة اللغوية العصبية يجمعون على أن تحديد الهدف له دور مهم في إنجاز العمل ونجاح هذا العمل. طبعا هذا على مستوى أي مشروع تريد أن تقوم به. طيب، ماذا لو كان هذا المشروع يتعلق بالآخرة وبلقاء الله عز وجل؟ ينبغي أن أضع كل ثقلي في هذا المشروع، مشروع حفظ القرآن، أن يكون هذا القرآن في صدري، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن كيف أحفظ هذا القرآن في صدري فيكون شفيعا لي يوم القيامة ويدافع عني أثناء نزولي إلى القبر، بل يكون نورا لينور قبري ويكون سببا في دخولي الجنة، وبنفس الوقت يكون سعادة لي في هذه الدنيا. فبالفعل أيها الأحبة، أنا شخصيا تغيرت حياتي بالكامل بعد حفظ القرآن الكريم. لذلك دعوني أبدأ بسرعة أهم الأهداف التي ينبغي أن تضعها عندما تريد أن تبدأ بهذا المشروع العظيم. أيها الأحبة، ينبغي أن توجه سؤالا لنفسك قبل أن تبدأ بهذا المشروع. تقول: لماذا أحفظ القرآن؟ أول شيء ينبغي أن تحدد هدف. هل لتظهر أمام الناس بأنك حافظ؟ هل لتنال جائزة؟ هل لتحسن لغتك مثلا؟ أم ما هو الهدف؟ ينبغي أن تحدد الهدف. حفظ القرآن بالذات أيها الأحبة، إذا لم يكن الهدف هو ابتغاء مرضات الله ستفشل. حتى لو حفظته سيكون نقمة عليك، لن تستفيد منه شيئا، ستتحول إلى منافق. لذلك الهدف الصحيح أن يكون حفظك للقرآن هو حبا أو حب في الله وابتغاء مرضاته ولتفوز بسعادتي الدنيا والآخرة. طيب، إذا كان هذا هو الهدف تكون قد قطعت أكثر من نصف الطريق. أخي الحبيب انتبه، نصف الطريق يمكن أن تقطعه أين؟ بهدف فقط. تحدد هدف. إذن تحديدك لهذا الهدف هو بمثابة نصف طريقك تكون قد اجتزته. ينبغي أن تحدد هدفا. طيب، كيف أحدد هدف؟ نجلس بهدوء بتروي، نبدأ بالتفكير بفوائد حفظ القرآن. كيف سيغير القرآن حياتي؟ هكذا أنا أسأل. ماذا سأستفيد إذا حفظت هذا القرآن؟ إذا وضعت في دماغي وقلبي أعظم موسوعة علمية وتاريخية وطبية وتشريعية ولغوية، وفيه علوم الغيب وعلوم الأولين والآخرين، موسوعة عظيمة جدا، أعظم موسوعة في الكون، ستضعها في قلبك. ما هي الفوائد؟ فكر قبل أن تبدأ بهذا المشروع. طيب، كيف ستتغير حياتي؟
طيب خذ مثال عملي، مثال عملي أمامك، أنا واقف، القرآن غير حياتي بالكامل، كل هذه الأبحاث والدراسات والإعجاز العلمي وكل هذا العمل الذي أكرمني الله به هو بصدق أيها الأحبة ببركة حفظ القرآن. البداية معي كانت هي حفظ القرآن العظيم، وليس مجرد القراءة، وليس مجرد الاستماع، وليس مجرد أن أختم القرآن كما يفعل الملايين يختمونه، ينتهي رمضان، بعد رمضان يعود للغش والكذب والنفاق والأذى إلى آخره. لا، أنا أريد أن يحدث القرآن تغييرا شاملا في كل حياتي، والتغيير سيكون نحو الأفضل، نحو القرب من الله، نحو معرفة من هو الله سبحانه وتعالى. يجب أن تعتقد أن الله سييسر لك حفظ القرآن، فهو القائل، أحبتي في الله انتبهوا، هذه الآية ينبغي أن تتأملوها جيدا الآن، ينبغي أن تتأمل هذه الآية جيدا من سورة القمر التي تكررت كثيرا في السورة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من متذكر. ما معنى للذكر أيها الأحبة؟ ما معنى للذكر؟ أي لوضعه في الذاكرة، أي أن تحفظه غيبا ميسر. لذلك تجد الطفل يحفظ، الشيخ الكبير يحفظ. على فكرة أيها الأحبة، الإنسان حتى لو كان عمره 70 سنة وأكثر يستطيع أن يحفظ القرآن. لا تصدقوا مقولة أن حفظ القرآن يجب أن يكون في الصغر أو كذا. الصحابة الكرام، يعني سيدنا أبو بكر أو عمر أو كل هؤلاء الصحابة الكرام وغيرهم، عندما أسلموا هل كانوا أطفالا؟ منهم من كان شيخا كبيرا، منهم من كان شابا، منهم من كان في 40، منهم من كان في 50. إذن أيها الأحبة، هؤلاء كيف حفظوا القرآن وفهموه أفضل فهم ونقلوه لنا؟ إذن أحبتي في الله، حفظ القرآن تستطيع أن تمارسه في أي وقت وفي أي عمر وفي أي مرحلة عمرية. المهم أنك تحدد هدفك. سألخص هذه النصيحة الأولى، سألخصها أيها الأحبة، حدد هدفك جيدا، أنك ستحفظ هذا القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل، رقم واحد. 2، ينبغي أن تدرس فوائد حفظ القرآن وتتوقع أن هذا القرآن سيقوم بتغيير مهم جدا في لغتك. أنا مثال يعني، خذوا هذا العبد الفقير، لم أدرس اللغة العربية ولم أقرأ كتبا في اللغة أو قواعد اللغة وغير ذلك. يعني أنا بالأصل دراستي كلها في العلوم الحديثة، الهندسة، بعض الكتب الطبية، بعض الكتب في الجيولوجيا، في العلوم الديناميك وغير ذلك، والفلك والكذا. ولكن حقيقة وجدت نفسي بعد حفظ القرآن أنني ليس فقط أتقن اللغة العربية الفصحى، بل أرتاح أكثر. حقيقة أنا الآن أتحدث معكم أحبتي في الله ليس من باب تصنع اللغة، وليس من باب أنني أقحم نفسي لأتكلم هذه، أنا أرتاح أكثر. أنا شخصيا أرتاح أكثر بمئات المرات عندما أتكلم باللغة العربية من كلامي باللغة العامية الركيكة. اللغات العامية واللهجات العامية كلها ركيكة أيها الأحبة، ولا تؤدي لمزيد من الفهم. ولذلك أقول أحبتي في الله، الله عز وجل أعطانا قاعدة، قال إذا أردتم، سأفسر الآية ثم أقولها، أن تكثر تصبحوا أكثر عقلا وإدراكا وفهما وفقها للأمور، ينبغي ماذا أيها الأحبة؟ ينبغي أن تتعلم اللغة العربية. الدليل على ذلك الله تعالى، ومن القرآن أن تدرك لغة القرآن. الله تعالى يقول في سورة يوسف في مطلع السورة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ماذا؟ لعلكم تعقلون. إذن هناك علاقة بين اللغة العربية
وبين العقل، حتى إنني لاحظت أن الذي يحفظ القرآن ليس كحفظ هكذا بهدف يحدد هدفه، ويحفظه حبا في القرآن وحبا في الله، يصبح لسانه أكثر بيانا. لذلك قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. أفضل ما تكتسبه من القرآن اللسان العربي المبين. لذلك أيها الأحبة، ينبغي أن تضع هذه الأهداف أمامك، ينبغي أن تعتقد أن هذا القرآن سيزيد في الرزق، يزيد في عمل الخير، يزيدك ثقة بنفسك، لأنك عندما تمتلك لغة قوية مثل لغة القرآن العربية سيصبح لديك قدرة أكبر على التعبير، على التواصل مع الآخرين، أن تعبر عما يدور في دماغك، أن تحل المشاكل من حولك، قدرة أكبر، ثقة أكبر بالله، اكتئاب صفر، حزن صفر. سيصبح يعني ستصبح حياتك عبارة عن إنسان متفائل فرح ينتظر همه لقاء الله. لذلك أيها الأحبة، تذكروا قبل أن تبدأوا بهذا المشروع، بل احفظوا هذه الآية: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وأفضل جهاد في هذا العصر أيها الأحبة هو جهاد القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى سماه الجهاد الكبير. قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، وهي التي نزلت بمكة، وقبل فرض الجهاد بالسيف فرض الجهاد الكبير. ما هو الجهاد الكبير؟ الجهاد بالقرآن. قال سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب ما هو الجهاد الكبير؟ سيدنا ابن عباس يقول كما في تفسير ابن كثير وغيره: أي بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. طيب كيف أجاهد بالقرآن؟ وكيف أوصل معلومات القرآن وأقنع الملحدين والمشككين بصدق هذا القرآن إذا لم أكن أحفظ القرآن؟ إذن أيها الأحبة، أؤكد على أن حفظ القرآن سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ في اللقاء القادم سنقدم نصيحة مهمة أيضا للبدء بحفظ القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حفظ كلامه العظيم، وأن يجعله نورا لنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.